أمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا بننشر التفاصيل، وعاجل تحذيرا من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة، وعاجل حقيقة منح وزارة الاتصالات المواطنين قروضا مالية، وتحذير لكل سيدة بيت ورب منزل من استخدام هذا النوع من زيوت الطعام بيسبب فشل كلوي. وفي مفاجأة كبرى، تفاصيل إيقاف إعلام ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء. وبالتفاصيل، الإفتاء المصرية بتوضح الأعذار التي تبيح الإفطار وحكم من أفطر لعذر منها. في البداية، كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو لأكتر من 2000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اللي بيحب مصر وبيتعود يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل تحذيرا من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 إبريل. من المتوقع أن تسجل محافظات القاهرة والوجه البحري 37 خلال ساعات النهار، ويسجل الطقس يوم الخميس القادم ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة في القاهرة وتصل العظمى ل 38 درجة مئوية. ولا يتوقف الطقس يوم الثلاثاء على ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما تنتشر الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر. من المتوقع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس حار معظم فترات النهار. حذرت الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة خوفا من الإصابة بضربات الشمس. يسود طقس شديد الحرارة اليوم على جنوب البلاد وتسجل العظمى 41 درجة. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ويميل الطقس اليوم للحرارة على السواحل الشمالية. وتشتد الحرارة اليوم على جنوب البلاد، ويميل الطقس للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وتعتدل درجات الحرارة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتكون الشبورة المائية وتحذيرات لقائدي سيارات. واحنا كده جينا لنهاية هذا الخبر، المصدر معانا كان من المصري اليوم، ونخش مع بعض في خبر مهم جدا معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا بننشر التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن في مصر، بهدف دراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا. قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف توفر السلع الأساسية الغذائية في الأسواق على مستوى جمهورية مصر. وأضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعلي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبعض من القارة. وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. أشار على أنه تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي. كما وجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية. أوضح أن الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة، حيث وجه الرئيس السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. توجيهات من الرئيس السيسي عاجلة بخصوص السلع الغذائية والأسمدة وزراعة القطن في مصر، ويعني اطمأن الرئيس السيسي على توافر السلع في البلاد وإتاحتها للمواطنين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، تعليقات حضراتكم مهمة جدا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل حقيقة منح وزارة الاتصالات المواطنين قروضا مالية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية. وتواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قالت إن كل التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات. وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. إذن مفيش أي تطبيقات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بتقدم قروضا للمواطنين. عاوز أقول لحضراتكم إن في فعلا تطبيقات بتقدم قروضا للمواطنين، ولكن بحد ائتماني ويعني بقصص كده مش هنخش لها، ولكن أعتقد بعد تحذير مجلس الوزراء من هذه التطبيقات أعتقد أن هذه التطبيقات غير قانونية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يجب أن نتحرى الدقة في اختيار الأخبار اللي احنا بنتابعها. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير لكل سيدة بيت ورب منزل من استخدام هذا النوع من زيوت الطعام بيسبب فشل كلوي. الأطباء بينصحوا بعدم استخدام زيوت الطعام ذات الأنواع الرديئة لأنه بيسبب العديد من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، فضلا عن أنه لوحظ في الفترة الأخيرة بعض العادات السيئة التي يستخدمها أصحاب المطاعم وعربيات الفول والفلافل إلى غيرها من المطاعم التي تقدم الأكلات التي يستخدم فيها الزيت للقلي، فإن هؤلاء يستخدمون زيوت ذات جودة رديئة ويستخدمونها لعدة مرات في القلي، الأمر الذي قد يتسبب في حرق الزيت حيث ينتج عنه العديد من الأمراض الكارثية والمسرطنة. هذا إضافة إلى أنه لوحظ أن بعض الباعة جائلين يسعون للقيام بتجميع بقايا زيوت الطعام الموجودة في المنازل مع ربات البيوت ويأخذونه ويقومون بإعادة تدويره واستخدامه مجددا من قبل أصحاب المطاعم. لذا فإن الأطباء والمهتمين بالصحة يحذرون من تلك الظاهرة الخطيرة. أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن تدوير زيوت الطعام قد يتسبب في العديد من الأمراض. وفي دكتور آخر اسمه جمال شعبان قال إنه لا يصح الترويج لها علميا باسم زيت نباتي مهدرج، لأنها في حالة ما إذا مسته النار يتحول إلى سمن صناعي مليء بالأضرار التي تسبب الأضرار الخطيرة، ومن ثم فلا يوجد شيء يقال له زيت مهدرج نباتي صحي. المصادر معانا كانت من الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق والدكتورة نهلة عبد الوهاب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. إذن تحذيرات من الأطباء في مصر بعدم استخدام
الزيوت المهدرجة لأنه بيسبب أضرار خطيرة. والمفروض ما نبيعش الزيت اللي عندنا للباعة جائلين، لأن الباعة جائلين للأسف بيبيعوه للمطاعم وعربيات الفول عشان يستخدموه من تاني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، تعليقات حضراتكم في منتهى الأهمية. ننتقل مع بعض الخبر آخر. في مفاجأة كبرى، إيقاف إعلان ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف إعلان ملابس داخلية يسيء للأطباء ويتنمر على الفقراء بعد أن أثار غضبا واسعا. بحسب بيان للمجلس، فإن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء لما يتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام. وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم 4 الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، والمادة 16 من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف. وقد أثار إعلان شركة دايس للملابس الداخلية موجة غضب كبيرة على السوشيال ميديا فور عرضه على شاشات التلفزيون، لما اعتبره الكثيرون إساءة إلى الأطباء وتنمر على الفقراء وعلى الملابس الممزقة بسبب الفقر. وكان الإعلان يظهر مريضا يرتدي جوربا ممزقا وفانيلا داخلية ممزقة أيضا، وهو أمر استدعى استياء طبيبة وشفقت ممرضة لديه، وهو أمر أثار حفيظة كثير من المشاهدين. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، يعني تحرك جيد وجميل جدا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لمكافحة يعني الحاجات اللي خارجة عن الآداب العامة وبعيدة عن أخلاق المصريين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وأخير. والإفتاء المصرية بتوضح الأعذار التي تبيح الإفطار وحكم من أفطر لعذر منها. أوضحت دار الإفتاء المصرية الأعذار المبيحة للفطار وحكم من أفطر لعذر منها. وعلى حسابها في تويتر أكدت الإفتاء المصرية أنه يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: العجز عن الصيام لكبر السن أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها 10 جنيهات، كما أن يكون الصيام عليه شاقا لمرض يرجى شفاؤه أو أصاب جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يكون رخصة لي أنه يفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر. المصدر معنا كان من RT. منتظر تعليقات حضراتكم بشدة.